ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. محاربة التطرف وتكوين إمام المستقبل وفقا للمتغيرات الراهنة التي بدأت تلوح مؤشراتها في الأفق كانت عنوان أولويات عميد مسجد باريس الكبير شمس الدين حفيز خلال لقائه بأئمة فرنسا المنتدبين. Les actes anti-musulmans, la radicalisation et la formation. La formation, on a besoin véritablement que les imams, vous êtes déjà formés, mais en même temps, il faut continuer à vous former. On va travailler sur la formation continue. C'est important. Pour continuer, vous, à la fois aller à l'université, parce que je pense que vous avez besoin également d'avoir des possibilités de passerelles pour faire autre chose, pour continuer vos études universitaires si c'est nécessaire. Je travaillerai sur cela de manière intensive pour que nous ayons ensemble un vrai statut de l'imam ici en France. كما نوه العميد بمكانة أئمة مسجد باريس الكبير مثمنا جهودهم التي لولاها لما كان لمسجد باريس مكانة وصوت بين كبريات المؤسسات الدينية في أوروبا. Et ma préoccupation majeure, c'est que vous, les imams, vous devez impérativement être nos représentants. Je suis le recteur de la mosquée de Paris, mais sans vous, mes frères, sans vous, mes sœurs, la mosquée de Paris n'a pas de parole. Votre parole, elle est capitale. Votre parole dans toutes les mosquées dans lesquelles vous officiez est importante. Que ce soit dars, que ce soit al-khutba, que ce soit dans votre comportement quotidien, n'oubliez jamais que vous êtes nos représentants. Toum al-Aïma, vous êtes aux premières loges pour défendre notre religion et pouvoir déceler les actes de radicalisation. Alors, je dis bien la prévention. عزم عميد مسجد باريس الكبير على إحياء علوم الدين بمعهد الغزالي في سبيل تكوين ديني متين يؤكد إرادة حقيقية وعزما جادا على تخريج إطارات دينية ذات كفاءة عالية في مجال الإمامة والإرشاد الديني على حد سواء وهي مسؤولية كبيرة اليوم على عاتق أكبر مؤسسة تاريخية بفرنسا الأمر الذي أبدى العميد من خلاله مضيه قدما في إصلاحات عميقة وشاملة تضع معهد الغزالي في مكانته الريادية بوصفه منارة علمية ينبض بها قلب المؤسسة وهو ما ينبغي أن يكون في قادم الأشهر القليلة المقبلة. الانستيتو الغزالي عندنا زهر اللي عندنا هذا المعهد هذا لازم اليوم ندعموه لازم نخدمه باش هذا المعهد نتاع الغزالي يكون مشهور في فرنسا وخارج فرنسا. لهذا لازم يكون عندنا برنامج لازم يكون عندنا شيوخ ليتكلموا باسم هذا المعهد هذا. وثيقة مسجد باريس في محاربة التطرف والعنف تلخصت في 20 وصية عقد عميد المسجد خلال إنجازها جلسات تشاورية مع أئمة ومفتي المسجد الكبير بحضور المدير العام أثمرت جهودهم جميعا بصدور هذه الوثيقة التي تعد لسان حال مسجد باريس الكبير وأئمته الذين ينتمون إليه وهو ما أشاد به وثمنه العميد. Je suis fier de dire que ce document, ce n'est pas moi, c'est le document de la mosquée de Paris, c'est le document des imams de la mosquée de Paris. Cheikh Shakib, Cheikh Khaled, Cheikh Mohamed Walbiya, les كانوا معايا, Cheikh Mahmoud. خدمنا وعملنا ودرنا على كل حال مجهودنا باش هاد لو دوكيومون هذا يكون في الصوره نتاعنا كمسلمين. في سياق مماثل دعا المدير العام للمعهد الإسلامي لمسجد باريس الكبير محمد الونوغي دعا المرشدات والأئمة إلى ضرورة الوعي بمقتضيات المرحلة الراهنة
لافتا الانتباه إلى جهود مسجد باريس الكبير في محاربة التطرف والإرهاب وجميع أشكال العنف من خلال أئمته المنتدبين، الذين أثبتوا قدرة وكفاءة عالية في تحصين المساجد التي يزاولون بها مهامهم من الانزلاق والانحراف. إخوة الأئمة الأفاضل، الأخوات المرشدات، إن ظروف المرحلة الحالية تقتضي منكم العمل بجدية وحرص كبيرين، لا سيما والعالم يواجه موجة التطرف والانحراف الفكري والأيديولوجي من جهة، والتيارات الإسلاموفوبية وشيطنة الآخر والتعصب من جهة أخرى. كما أسندت الكلمة للمرشدات وللأئمة المنتدبين كي يعبروا عما يختلج صدورهم، كل من منطلق خبرته وممارسته الميدانية طوال فترة انتدابه، معبرين عن انشغالات شتى تتراوح بين حدود نشاطهم ورؤيتهم لواقع الإمام في إطار علمانية الدولة وقوانين البلد الذي يعملون فيه، حرصا منهم على أداء رسالتهم خدمة لأبناء المسلمين وحماية لهم من جميع أشكال التطرف التي تهدد المسلم وغير المسلم بفرنسا. أنا في المنطقة تاعي، وأن هذه الجماعات المتطرفة يعني تظهر وتنبت من جهة إلى أخرى، وكاينين بعض من الجمعيات الدينية عندهم ثقة كبيرة في أئمة مسجد باريس. من جهته نوه مفتي الجامع الكبير برسالة الإمام ودوره مثمنا جهود عميد المؤسسة منذ توليه منصبه على رأسها، داعيا إلى العمل على إيصال رسالة الإسلام التي قوامها الوسطية والاعتدال. ونحن نعلم علم اليقين بأن الشباب إذا تعودوا على المواظبة على في حلقات الدروس التي يقدمها الإمام سيكون مستقبلهم ظاهرا، وسيحصنون من التطرف والغلو. فالشباب إذا لم يأخذ الإمام بأيديهم تخطفتهم أيادي أخرى، ولعلكم فهمتم قصدي. أنتم تمثلون مسجد باريس في وسطيته وفيما يدعو إليه العميد، حتى إذا قيل من هذا قال هذا إمام مسجد باريس، فيعرفون يعني خطتكم وخطة العميد. سعادة العميد يحرص أن يواجه المسجد كل التحديات والمستجدات بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال البناء الذي يبني ولا يهدم، يصلح ولا يفسد، يجمع ولا يفرق، بحيث يتماشى المسجد مع كل ظروف العصر. تبدو التحديات الحالية جبارة أمام مسجد باريس الكبير، كانت بدايتها الإشاعات وما دار من زوابع تلت انتخاب العميد الحالي بالإجماع على رأس المؤسسة من قبل جمعية الأحباس وفقا لقانونها الداخلي، لكن سرعان ما هدأت العواصف وسكتت الألسن التي أثبت لها الميدان أن زمن الكلام ولغة الخشب قد ولى، وحان وقت العمل باحترافية وواقعية. ومع كل ما مر على مسجد باريس الكبير من تآمرات لإضعاف عزيمته وإسكات صوته من بعض أدعياء المبادئ والقيم والأخلاق، ظلت إدارته محافظة على اتزانها وحكمتها، مؤمنة بأن العمل الجاد أفضل رد على من لا يملك غير الكلام. فهل ينجح مسجد باريس الكبير بقيادة عميده الجديد في القفز على جميع تلك التحديات، على رأسها محاربة التطرف وتكوين إمام عصري منفتح على مستجدات واقعه مواكب لحضارته متشبع بتراثه الأصيل، وهي قيم ومبادئ مسجد باريس الكبير التي أكدها عميده؟ محمد فاروق طولبية، المسجد الكبير، باريس.